كتار من الفنانين أنهوا حياتهم بوجع القلة وانعدام الحيلة لمواجهة المرض والشيخوخة، ومع كل حالة من أحوالهم الصعبة كنا نسأل وين الدولة؟ الدولة ما تحركت لتعطي، تحركت لتاخد. بهيدي الفقرة بدي استقبل المستشار المالي لنقابة الفنانين المحترفين السيد نبيل شجاع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. للحقيقة بلشت القصة خبرية سمعتها إنه أحد الفنانين يعني عم بقول طب أنا ليه بدي أدفع على ضرائب على حفلتي خارج لبنان؟ أنا بدفع بالدولة اللي أنا عم كون أقامت الحفلة فيها ضريبة، هلأ بدهم كمان عم بيلحقوني بدهم يكلفوني ضريبة على حفلاتي خارج لبنان، وعم يترصدونا على الفيسبوك تيعرفوا وين عم نعمل حفلات. وهون كانت الفكرة أنه دايماً نحن منوقف حد الجميع، الناس اللي معهم حق، وكيف بالأحرى الفنانين اللي منحبهم. وكانت الاتصال معكم كمان وتبين أمور كثيرة ما حدا معه خبرها. حنحكي فيها اليوم إذا أتاح الوقت لهالشي. أول شيء بدي رحب فيك، بدي أشكر النقيبة شادية دوغان نقيبة الفنانين المحترفين اللي كان يفترض تكون معنا بس لظروف طارئة ما قدرت تكون. بالنسبة لموضوع تكليف الفنانين عن حفلات خارج لبنان، هيدي بلشت فيها الإدارة الضريبية من شيء 4-5 سنوات مش من أكثر، ومثل ما تفضلتي وقلتي عم بيقولوا بناء على الإعلام المرئي أو على بناء على معلومات شفناها بالفيسبوك أو صور أو نعم صحيح أو إعلانات عم بيكتبوها كتير ومش مستحيين، بيكتبوا بناء على معلومات مستقاة من الفيسبوك. عرفنا أنك عملت حفلة بقبرص بالسويد بالدنمارك وإلى آخره، بدهم اتفق على ضريبة الدخل. قد ايه يعني ضريبة نسبة؟ الضريبة هي 40% من الإيرادات تعتبر أرباح، وضريبتهم تقريبا افريج 20%، يعني تقريبا 8% من اجمالي المبلغ بيعتبر ضريبة. يعني الدخل. نفس الشيء مثل الضريبة اللي بلبنان تقريبا قريبة للتبع. نفس الشيء هي ذات الضريبة اللي بلبنان. نعم. بس عم بيقدروا له عدد الحفلات وعم بيقولوا له للفنان مثل كأنه الفنان متهم او مذنب انك انت ما صرحت عن حفلاتك خارج لبنان، فلانك ما صرحت عم يطلبوا عقوده العقد الحفله بيطلبوا العقود، فبيبقى انك ما صرحت. نحن منقدر عدد حفلاتك مثلا 20 حفله بالسنه ومنقدر قيمه الحفله. هلا هون حسب الفنان شو بيحمل، اذا كان ستار ولا سوبر ستار ولا اكيد في فنانين صف اول منقدر حفلتك 20,000 او 40 او 50,000 بركي هو كان ببلاش بده يسير حدا اصحابه بده يعمل حفله ما بده ياخذ مقابل، يعني شو باكد لهم منقدر ف 20 حفله ب 50,000 دولار يعني مليون دولار بالسنه على 4-5 سنين، هي 5 مليون دولار بالسنه لشو على طول بكون عنده يعني هيك ممكن... حسبون تقدير هذا اللي عم بصير ومعي معي اثباتات يعني ما هن مش دائما دوريا الحفلات حسب، اوقات واحد بيكون عنده 20 حفله، اوقات عنده 10 حفلات بالسنه، اوقات عنده 5. هذا اللي عم تحكيه 100% بس انا اللي عم بحكيه واقع ومعي مستندات هلا فرجيك عليهم. معك مستندات؟ نحن لانك ما صرحت عنه نحن بنقدر، مش كلهم هيك، يمكن في غيرهم 12 حفله وقيمه الحفله 20,000 هيدي موجودة ومعي مستندات. طب هالشي معمول فيه بدولة بالعالم مثلا؟ بشي دولة حضرتك مراقب مالي من زمان لهلا وكبت عدد كبير من الفنانين؟ نعم، هلا بأمريكا بحاسبوا الواحد وين ما كان بيقولوا له ادفع ضريبتك، بفرنسا نفس الشيء، بس نحن بلبنان بنتميز بشيء وبنتغنى فيه انه نحن مبدأ إقليمية الضريبة. قانون ضريبة الدخل طلع عنا المادة الثالثة بتقول انه تفرض الضرائب على الأرباح بلبنان المحققة في لبنان، بس في مكان لبنان. حتى اللي مش مقيم بلبنان بيسترجع اتفاقه على المطار حتى صحيح. اذا اشترى اغراض له يعني صحيح. لحتى يطبقوا هيدا المبدا اللي صحيح. معمول فيه هيدا قانون ضريبه الدخل طالع عن مرسوم اشتراعي رقم 144 وصادر عن مجلس نواب. ما بصير يتغير بالاداره الضريبيه بدون قانون. يعني في مبدا عام بيقول القانون لا يلغى الا بقانون، ما بيصير لا بقرار وزير ولا بمرسوم مجلس وزراء. صحيح. والاحلى من هيك انه اعترضنا على كذا فنان، يعني نقدم اعتراض انه الماده الثالثه من اقليمية الضريبيه ما بتوجب علينا انه ندفع ضريبه على الايرادات. في فنانين راحوا على صورة الدوله ليخاصموا مثل الفنانه نانسي عجرم حسب ما عرفنا. صح، ناطرين النتيجه. انا وكيله بالمناسبه لنانسي عجرم وتابعت من الاول لهلا. وكمان الفنان محمد اسكندر عنده اشكاليه، كمان عنده اشكاليه على حفله ما عملها رجع الغيها. محمد اسكندر الفنان محمد اسكندر قالوا له انه عندك من ضمن الحفلات اللي ذاكرين له اياها في حفله عملتها بالمانيا على راس السنه، وهيدي الحفله ما صارت، وقتها طلع واعتذر من الجمهور صار في مشاكل معه ومع المتاحف. الاحلى من هيك مع الفنان محمد اسكندر لانك جبت سيرته، عرف بطريق الصدفه من كم شهر انه عليك ضرائب وغرامات روح ادفعهم للماليه.
قال لي رحت طلعت على المالية تشوف، طلع انه من 2013 مبلغينه للفنان محمد اسكندر. كيف مبلغينه؟ اي متى بدهم ينزلوا الفنانين يعتصموا على الطريق؟ كيف مبلغينه؟ هون المضحك، كيف مبلغينه للفنان محمد اسكندر؟ ما معه خبر. راح موظف ليمان بوست على بيته، رجع التكليف للمالية، قال له ما عرفت العنوان، العنوان غير واضح، مع انه عنوانه كثير واضح. فالمالية اجاز للقانون، قانون 44 بتصير تغرموا على التأخير، بتبلغوا بطريقة النشر، بينشروا له اسمه بالجريدة. فنشروا له اسمه بالجريدة سنة 2013 من عدة اسماء، بيقولوا يرجم الاسماء الواردة مراجعة الإدارة المالية خلال شهرين. ما قريها الفنان محمد اسكندر او المحامي تبعه او حدا من 2013. يعتبر مبلغ وما له حق يعترض ولا لازم اعتراض، بس بلش نعمل ثورة. إذا بده يعترض فنية. إذا بده يعترض، لو كانت الإدارة الضريبية ظالمته بده يعترض، له حق من شهرين من تاريخ تبلغه، هو هلأ عرف، فما له حق يعترض. يعني حفلة معنا باتصال الفنان السوبر ستار راغب علامه. مساء الخير. يسعد مساكي ست غادة. يعني اليوم أنا عندي ثورة عنكم، يعني دايما كنا نحكي عن مشاكل المعلمين، الموظفين، كل الشرائح بالمجتمع. وصل الدور أنه نحن بدنا نوقف بمطرح نستغرب وندافع عن حقوق الفنانين اللي كل الناس بتحبهم، واللي نحن دايما بنسأل الدولة وين ضمان شيخوختهم للفنانين، وين ضمانهم الصحي للفنانين اللي كلنا نحن بنحبهم وبنعتز فيهم واللي بيرفعوا اسم لبنان بالخارج. أنا صراحة استغربت هيدا الإجراء اللي هو غير قانوني واللي مش مقبول، واللي من بعد الحلقة بدنا نتابعه لنوقفه بمطرح. شو بتقول عن اللي عم بيصير؟ أول شيء أنا بدي أقول أنه الضريبة واجب، نعم، وحق، ولازم يدفع الفنان مثل أي مواطن. نعم. يعني هون لازم نعترف أنه في دور للمواطن، سواء كان فنان طبعاً. أو إعلامي أو محامي أو طبيب أو مهندس، أنه لازم يدفع الضريبة لبلده. أنا شخصيا لم أتعرض لأي طلب ضريبي، بالعكس أنا كان عندي مكتبة، لأني أنا متعاقد مع شركة محاسبة عالمية تتابع ملف الضريبة بكل بلد. بكل أمانة لم أتعرض لأي طلب من وزارة المالية من هذا النوع، لكن أنا اليوم كمواطن وكسفير سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، وكفنان، إني دافع عن حق المواطن، وخصوصا الفنان الذي يزرع الفرح والسعادة ويجلب الكثير من الضرائب إلى الدولة. لما بقول أنا فنان عمل حفلي، هو مش بس هو دفع ضريبة حفلته، لأنه طبعاً. مندفع سسام، مندفع ضريبة دخل، مندفع، عم نجيب آلاف الناس على لبنان، عم بيقعدوا بالأوتيلات، عم بيظهروا مطاعم، عم بيروحوا عند الكوافيرية، عم بيشتروا تياب. طبعاً. إنه هيدي دورة ضرائبية، دورة اقتصادية كاملة. الفنان اليوم يعني هو الشيء الجميل المتبقي من هذا البلد بعد ما أفسدته السياسة. اليوم إذا بدنا نحكي وما نخلص، إذا بدنا نحكي عن موضوع الدولة، نعم، ما بنخلص. بس أستاذ راغب، يعني نعم، أنت اليوم يمكن بعد ما وصل الدور لعندك، ولكن في فنانين انبعت لهم مثل ما عم بيقول أستاذ نبيل، أنه انبعت لهم تكليف على حفلاتهم خارج لبنان. هل أنت مستعد أنه حتى خارج لبنان، لأنه أنت حتى خارج لبنان عم تدفع الضريبة على حفلاتك خارج لبنان، هل أنت بتقبل أنه تلحقك ضريبة على حفلاتك خارج لبنان؟ انه بعد ما وصل لك الدور. اساسا ست غاده، موضوع الضريبه خارج لبنان هذا يتعارض مع قانون الضريبه، صح، ومع بس عم يحصل نعم، اقليميه الضريبه، نعم، عم يحصل، يمكن لانه عم بيلاقوا الماليه ثغرات عند بعض الفنانين اللي ما بيتابعوا ملفاتهم. انا هون بطلب من انه الفنانين يتابعوا ملفاتهم، ولن نقبل، مش مقبول انه طبعاً. يعني اذا الدوله خالفت القانون انه نمشي معها. هلا اوريدي مخالف القانون بمليون شغله، خليني اخبرك من قصه التفقاء على الجمارك، او التفقاء ليلغي الجمارك، بعدين حطوا تفقاء على الجمارك وعملوه قانون. نحن نعتبر انه المواطن اللبناني يسرق، هذه ليست ضريبه، هذه سرقه، ونزلوا علينا حوالي 80 مليار دولار دين عم ياخذوها من رغيف الخبز، من انيه المي اللي مش مامنه على البيت، مضطر المواطن، ومن ضريبه الصحه، ومن ضريبه المدرسه، ومن اقل مستجوبات الحياه عم ياخذوا عليها ضريبه. وما عندنا لا بطاقه صحيه ولا ضمان صحي ولا ضمان شيخوخه للناس ولا شيء، عم نحكي كناس. بس كمان بدي لك شغله، يعني وزاره الصحه بلبنان
لبنان يعطيهم العافية عن جد أحسن من كتير بلاد عم بيشتغلوا يعني. كمان بنحكي اللي قلنا واللي علينا. لكن لنرجع لموضوعنا الأساسي، نرجع موضوعنا الأساسي، نحن لا نقبل أن نمشي مع الدولة إذا خالفت القانون. حلو. نحن مع القانون، على الفنان أن يدفع ضرائبه مثل مثل أي مواطن، على الفنان أن يتابع ملفاته الضريبية، وهيك بيقدر يعني بيقول له امشي عدل يحتار فيك عدوك. فهيدي لازم الفنانين ينتبهوا ويمشوا ينتبهوا على هالشغلة. بدي أقول لك شغلة ست غادة. تفضل. أنا من كم يوم إجاني أحد الموظفين عندي قال لي أستاذ بدي أطلب منك بس انك تدفع لي هالشغله، هي 500,000 ليره. قلت له تك هي على شو؟ قال لي حبيت ضيف على دفتر السواقه اليه الموتوسيكل. قلت له هالقد بياخذوا عليا؟ قال لي ايه، ضريبتها 450,000 ليره. قلت له طبعا خدها وروح، لانه ما بدنا نوقفوك الحواجز. هلا بدي لك شغله، في كثير من الشباب يعني الدولة تاجر فاشل، وبيطلعوا بشكل يعني كان فيهم يستعملوا أسلوب أكثر حضاري وأنه يجيبوا فلوس أكثر للدولة. طبعا. والفلوس ما تروح على المرافقات الشخصية. 7,000 عسكري نحن بندفع يعني. صار بدنا لقاء طويل معك لحتى نعمل مشروع دولة. قال لي معلش، قال لي إذا بدك أنا لما يلقطوني، قال لي إذا بدك لما يوقفوني يعني ممكن أعطيهم الموتوسيكل وأشتري واحد غيره أرخص. يعني الكلمة موتوسيكل شطارة لدي فوق أكثر من حق الموتوسيكل نفسه. أيوة. وبالتالي الدولة شو عملت هون؟ عم بتخلي كتير من يتهربوا من يكون نعم. يتهربوا ويتحايلوا على الدولة. مجبورين، لأنه إذا معاش أنا بدي أشكر نعم نعم إذا معاش 1,000,000 ليرة مش معقول يضيف كلمة موتوسيكل يحط 500,000 ليرة. يعني الدولة يعني هون عم بتكون معلشي للأسف على التعبير غبية. شكرا لك. نعم نعم. شكرا لك استاذ راغب علامه. ويمكن العنوان اللي اتخذ من هالمقابلة أو المداخلة هي أنه إذا كانت الدولة بدها تخالف القوانين مش رح نخليها تخالف القوانين. رح أرجع لك بنهاية الفقرة، ولكن معنا كمان الفنان أمير يزبك. مساء الخير. مساء الخير. كيفك استاذ امير؟ الله يخليكي استاذ غادة، يسعد مساكي ومسا استاذ امير الشجاع. شو عم بيصير معك انت؟ يمكن مثل ما عم بيقول كان الفنان راغب علامة انه بعد ما كلفوه على حفلاته برات لبنان، في فنانين عم بكلفون، في فنانين يمكن بيلاقوا حفلاتهم قليله او يمكن ما عم بيصرحوا عن انتاجهم داخل البلد، عم يلحقون على الفيسبوك تشوفوا وين عم بيعملوا حفلات. شو عم بيصير معك؟ أنا اللي صار معي كلفوني، وكنت أنا مثل ما تفضل أستاذ راغب إنه بيجبرنا نحن ندفع ضرائب في شيء للدولة ندفع بس، ولكن اللي صار معي أنا كان بطريقة همجية وعشوائية. أنا عندي أغنية الرقصة الأولى وعندي أغنية انتبه على بنتي، هولي باكج أنا بروح على الأعراس. في عندي كثير أصحاب، في ضباط أصحابي، في ناس في أعمال، في ناس ما معها تدفع مصاري. وإذ بتفاجأ أنه مكلفيني بمبلغ ومع العلم أنه كل العالم تعرف، أستاذ نبيل بيقدر يوضح أكثر، وأنت كمان شخصيا أنه أنا ما معي شركة انطلاقة شخصية. هلأ حتى بلشنا نقدر ننتج ونقف على إجرينا من كم سنة كلفوني من سنة 2000، يمكن أستاذ نبيل ما عنده فكرة أكثر، من 2007 من 2011 ما يقارب يعني بالدولار بشي $1,000,000 ضرائب. نعم. مليون دولار يعني كم سنة؟ نعم نعم. بيتوا على الصفحة الرسمية وشافوا، ومن باب النكتة نعم إنه تصوري أنا تجوزت حفلة خطبة. تجوزت بحفلتك كمان بدك تدفع عليها. مكلفيني، بتفاجئ إنه بخطبتي حطينا بعرسي وتصوري بعرس بنته للعماد أهوجي كمان، يلي أنا عندي كتير معارف ومعروف عني انا انه بالصيفيه. لا احيانا كثير واحد عنده اصحاب وما بيكون حفلاته مجانيه يعني اكيد. نعم. والغلطه المطبعيه اللي عملوها كبير الكبيره الكبيره، انا تعرضت لحادث ما حقول وين وكيف بال 2006 واختفى صوتي. انا هون بخيرها فرصه بقول شكرا للدكتور شامي، خضعت لعمليه وممنوع غني لسنه 2008. لازم الدولة تطبب لك صوتك لأنه أنت عم تعطيها ضرائب، لازم تأمن لك الطبابة الكاملة لصوتك ولراحتك النفسية والجسدية ولرفاهة حتى ورغد عيشك. إذا كنت عم تدفع مليون دولار كل كم سنة يعني مش هينين.
نعم. اذا شركه اسرانس عم تاخذهم ما بعرف. نعم بالبداية غضبت، ما حياخذ منه وقت، تكون كثير غضبت. نعم. وعطلت هم وخفت انه انا لما عم بلش اسست حالي. وتصوري كم كلفيني $40,000 على كل البوم، وانا مش ماضي بحياتي مع حدا. جبنا براءه دمي، قعدنا نبرم بهالضيع اللي بنبرم عليها البلديات يا جماعه. نعم. براءه دمي، اولاد الضباط، اولاد مسؤولين كبار بالدوله. كمان براءه دمي بطريقه عشوائيه. طب انا $1,000,000 اذا عندي بيت، وتهددت انه انا بيجوا بيحطوا ايدهم على كل املاكي. شو بملك انا؟ بس الشجاع، نبيل شجاع، انا كنت متلاقى فيه بالنقابه شجاع، ونصحني قبل ما مشيت بنصيحته. نعم. انا هلا سكرت كل شيء في علي. استاذ نبيل شجاع هو متابعني، انا بنصح كل الزملاء الفنانين يصرحوا على كل شغلهم بطريقه يحطوا اودت يكون محترم. مثل استاذ نبيل شجاع وقف جنبي. وصدقيني طيب. قديش كنت عطلان هم، قديش انه صرت عم كل الاحوال. نحن وصلنا الصوت بهذه القضيه. انا بدي اشكرك امير يزبك، بدي اشكر كمان الفنان راغب علامه. بالنهايه سيد نبيل، بالنهايه عندك ملفات في مخاص خصومه. انا هون بدي اتوجه لوزير الماليه الوزير علي حسن خليل انه هو يوضع ايده على هذا الملف، لانه مش مقبول هيدي العشوائيه انه حدا على خطبته بده يدفع. يمكن بدها تنظيم اكثر، بدها تواصل اكثر مع ناس بوزارة المالية يكونوا منفتحين لحتى يقعدوا معكم ويشوفوا شو عم بيصير. في حدا تاني كمان على سبيل النكتة، في حدا تاني جابوا له المانيفست من الأمن العام وشافوا له السفرات تبعوله. هو مش فنان، بيعمل الميك أب، فشافوا له عدد الأيام اللي مسافر فيها وكلفوه على كل يوم كمان سفر. اللي عنده مهنة حرة صح عم بيصير تكلفه صح على خارج لبنان. صح. نحن منصر على تطبيق القانون، المادة القانونية اللي بتوضح المادة اللي هي. نعم. مرسوم اشتراعي رقم 144 بتقول. نعم. تفرض الضريبة باسم الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في الأراضي اللبنانية أو في الخارج على مجموع الأرباح التي يحققونها في لبنان. بلبنان. طيب. أكثر من هيك، بال2003 كان دولة الرئيس. نعم. السنيورة وزير المالية على السريع أصدر دليل مجاناً عم بيشجع المكلفين تيتسجلوا. نعم. بالمالية، دليل ضريبة الدخل لأصحاب المهن الحرة، بيقلنوا فيه بلغة مبسطة جداً. نعم. من هو صاحب المهنة الحرة؟ هو أي شخص مقيم في لبنان لبنانياً كان أم أجنبياً، يمارس على الأراضي اللبنانية مهنة حرة تترتب ضريبة الدخل على مجموع مداخيله المحققة في لبنان. أنا بدي أشكرك سيد شجاع، أنا بدي أشكرك اللي تواصلوا معنا بهالفكرة. وبدي أقعد أنه نحن رح نتابع هيدا الملف، كلمة صغيرة رح نتابعه مع وزير المالية، رح نتابعه مع يعني يكون له رأي وزير المالية بالحلقة المقبلة. بسرعة لو سمحت، هذا موضوع اقتصادي أكبر من هيك، يعني أكثر من قصة فنانين، لأنه إذا تكرست هالقاعدة على الفنانين في عنا أطباء. نعم. بيروحوا يعملوا عمليات جراحية بالإمارات. دعوة لتطبيق القانون وتطبيق القانون اللي هو أقوى من أي قرار ومن أي مرسوم. وأيضا سنتابع كل الملفات اللي عم نطرحها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وتصبحوا على خير.